أهلا وسهلا فيكم من جديد ومستمرين معكم في يوم جديد. اليوم رح تكون معنا مصممة لأنواع من الملابس بنختلف بشكل مثلا إظهارها بكل مرة. رح تكون معنا ميادة إبراهيم، حابة تحط دائما لمساتها على أي قطعة بتكون موجودة معها. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكي. صباح النور. أهلا، أولي شكرا لبستيني هاي عشان نعرضها من خلال فقرة اليوم. بداية احكي لي كيف أجتك الفكرة بإعادة تصميم، إعادة تدوير بعض القطع الموجودة عندك؟ هلا هو تراثنا كتير حلو، صحيح، ولاحظت أنا أنه صار مطلوب كتير، يعني صح، من الصبايا ومن الكبار بالحفلات وبكتير مناسبات، ففكرت أني أصير أعمله بطريقة شوية عصرية. فطلعت معي الأفكار أنه منجيب التطريز، منحط عليه أكسسوري، منزبطه، فبطلع بمنظر عصري. صحيح. خلينا نحكي بداية على القطعة اللي أنا لبسيتها لليوم. نعم. هي قطعة مطرزة من مطرزات الشرقية، وأيضا أو التطريز الفلاحي، وأيضا هون عليها شوية قطع برضو معتقة. خلينا نحكي مشان تاخذ نفس الروح. احكي لنا كيف أجتك فكرة الدمج. مثلا في بعض الأشخاص بحكي لك لا، ما أنا بحب مثلا أخذه فضي أكتر مثلا أو ذهبي أكتر. أنا من الأشخاص تلفتني أكتر مثلا لما يكون هيك. ممكن يعني هو بيكون على الطلب، بس إنه أنا أول إشي بعملها أنها تكون معتقة، مشان تكون إنها لاحقة، إنها تكون قديمة، وإنه إشي تراثي بس بصيغة عصرية جديدة. وكمان حطيت عليها الشيفون، شيفونات هذا كمان لتعطي لأعمار مثلا الصبايا أصغر، تقدر تلبسي مع الدرس أسود، مع مثلا لبس كاجول زي هيك أسود أبيض. مزبوط. بساعد. مزبوط. طب خلينا نتحدث عن هذا الثوب أو المدرجة. مدرجة. أوكي. تحكي لنا عنها. هلأ هون المدرجة إحنا حاولنا أنه نعملها بطريقة شوية أنها تكون أجدد. أوكي. فحطينا لها العقد هذا اللي من فوق. أوكي. فأعطاها هيك مظهر شوية عصري، فهو ممكن ينقام وينحط. يعني بتقدر تلبسها بجهتين. بطريقتين. نعم. يعني ممكن يكون هيك ومع التطريز اللي تحت. بالزبط. وممكن ما حتغيريها اللبسة. بالضبط. بالضبط. حلو. حلو. طب خلينا نأخذ كمان هذا التصميم، تحكي لنا عنه. هذا دريس. هلا احنا هون كمان عملنا انه من فوق هو بيشبه التوب الفلاحي تبعنا. اوكي. بس كملنا انه حطينا عليه خرز، حطينا عليه عملات نحاسيه، حطينا يعني الاشياء هاي، فاعطوا هالشيء هيك مصدر انه جديد يكون. انا معلش بحب بلفت انتباه التطريز القديم، ما بعرف ليه. هاي كمان هاي تحكينا عنها. بالضبط. يعني هاي نفس الشيء كمان، انه مثل هيك يعني حطينا التطريز مع اضافه اشياء عليه. تمام. بنشوف هذا كمان. هلا هون هذا، هاي هذا الشال اللي هو كانوا يلبسوه جداتنا على الراس، يحطوها. صحيح. يحطوه جداتنا زمان، فطورنا وعملنا بطريقه شويه انها تكون مختلفه وعصريه كمان، والوان صفيه بيلبسوها الصبايا. بالزبط. وما فيش فئه عمريه محدده. لا 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 لا. تمام. خلينا نشوف كمان المخمل، يعني انت مدخلته صيفي شتوي. يعني انا جبت شويه من الشتوي. حسينا عن هذا كمان. كمان يعني هيك فكرنا انه ايش نساوي، فحطينا شيء شغلات يعني قطع صغيره، بس هي ضافت كتير اشياء. يعني ممكن تلبسه الصبيه او الست كفستان، ممكن تحتي الليجينج، ممكن محجبه ومش محجبه تلبسه. بالضبط. خلينا نتحدث كمان هذا الاحمر، كمان نفس الشيء، يعني حطينا على اضافات بسيطه بس ضاف له كتير يعني لقيمته. وهذا كمان جميل، هذا كارديغان. كمان يعني هذا شرقي، هو مش جاي انه يعني من تراثنا اردني، بس انه محطوط له هاي الكلفه اللي هي شرقيه بتكون. صحيح. هاي. صحيح. نعم. خلينا نشوف كمان هذا الملون، انت مدخل الالوان حتى كمان. طبعا يعني لازم انه يكون فيه الوان أكثر هذا الصيف، يعني حتى كمان من ورا مش ناسيه حطيت له لمسات. طبعا. تمام. في كمان هذا، خلينا نشوفه. هذا شوي عملناه انه يعني هيك شوي انه يكون مميز، انه يكون النصين. فهيك تفننا فيه وضفنا عليه كمان نفس الاكسسوري هذا كلياته. كمان بتقدر تلبسه كعباي مثلا، او بتقدر تلبسه هذا بشت هذا. فكمان ممكن مع جينز، ممكن مع رسمي، مع اي طريقه. بنشوف تحدثنا بالبدايه انه هناك توجه من الصبايا تحديدا باحياء التراث باللبس. يعني انا بشوف حالي انه الاشخاص كثير بحب التطريز وبحب دائما تتواجد بملابسنا. بهاي الافكار قديش بتساعدك بانتاج ومساعده ايضا مثلا السيدات اللي يساعدوك من خلال عملك حتى نجد فرص عمل للستات؟ طبعا هو هذا يعني بيساعد كثير سيدات ومحرك السوق المحلي احنا. صح. بالطريقه هاي. كيف بتشوف الاقبال عليه؟ يعني هل هناك في اقبال مثلا كثير كبير؟ بتشوفي بترددوا انهم يلبسوا مثلا الاشياء التراثيه ولا لا؟
بالبداية أول ما بلشت أشتغل باللاين هذا كان الإقبال شوية قليل، بس ما شاء الله يعني صار بعد فترة لا في إقبال كتير قوي عليه. يعني منشوف مثلا بهاي القطعة تحديدا مثلا كنت تلبسيها مثلا بسهرة بطلعة، فقديش كمان حلو الدمج هذه القطع بالانهار. كتير حلو يعني مثلا الدمج بهاي القطع هيك. اللي بده مثلا يوصيك على قطعة قديش بدها وقت حتى تخلصي له اياها؟ يعني حوالي 10 أيام هيك، اسبوع هيك شيء. وكمان حضرتك لابسة كمان قطعة من تصميم، تحكينا عن هذه القطعة. هي قطعة كمان شيفون وضفنا لها الاكسسوري هذا نفسه هيك، وكمان بتنفع انه سهره، بتنفع لحنة، لاكثر من شغله بقدر الواحد يستفيد منها. شفنا مدخل كثير الوان، بتحب تدخلي كثير الالوان بعيده عن الالوان مثلا الثابته هي الاسود والاحمر وال بحب اضافه الالوان كثير، يعني زي ما انت شايفه هنا في الاورنج، في هي بالمدرجه، هاي اللي زي المدرجه داخل فيها التركواز والاورنج والفوشي، فبحب الالوان انها تكون داخله باي قطعة. وحتى كمان محافظه على هاي لانه هو يدوي، فمطمئته محافظه عليه. بدي اشكرك ميادة على تواجدك معنا، وبنتمنى لك كل التوفيق، ويعني اللي بحب يتواصل معك يتواصل معك اكيد من الصفحه الموجوده على الفيسبوك. شكرا لك، يعطيك العافيه. اهلا وسهلا. طبعا بهيك بيكونوا خلصوا فقراتنا بالساعه الثانيه من يوم جديد، رح نطلع معكم لفاصل اخباري، ثم سنعود لنتابع الساعه الاخيره من يوم جديد، واكيد رح يكون مع الشيف علا نيروخ، وايضا لا نخليكم معنا ما تروحوا مكان، راجعين.